حاجات لازم تعرفها وتتعلمها من 3 حاجات: الطائر لا يأتي رزقه في عشه، والأسد لا يقدم له وجبته في عرينه، والنملة لا يقدم لها أكلها في مسكنه. فاطلب وابحث، هم طلبوا وبحثوا فوجدوا، فاطلب تجد وابحث تجد. معناها اوعى تتكل على حد، ما تستناش حاجة من حد، انت لا يحك جلدك ده هو الا ظفرك. مش هتقولوا تعالوا النبي اهرش للحته دي، عاوز تنجح هتنجح، عاوز تعمل هتعمل، لكن مش هتعمل خليك زي ما انت، محلك سر. دي كانت رسالة سريعة اتعلمها من 3 دول: بحثوا وجدوا، اطلب تجد. دي رسالة النهاردة. السلام عليكم. سلام. لو ملأت قلبك حسن الظن بالله وتوكلا عليه، مهما كانت الأشياء بعيدة ومستحيلة وتقول استحالة تحصل حاجة واستحالة يحصل أيا كان، لا اعرف لو ملأت قلبك فعلا حسن الظن بالله، توكل على الله كده وكن مع الله، هتلاقي الأشياء المستحيلة والبعيدة دي خلاص بقيت معاك، بقيت قريبة منك. عشان كده املأ قلبك حسن ظن بالله وتوكلا على الله وكن مع الله، واعرف ان الكون ده كله في ايد ربنا عز وجل. مفيش حاجة بعيدة، مفيش حاجة مستحيلة، انت اللي بتبعد الحاجة وانت اللي بتعمل المستحيل، لان ربنا ادالك امكانيات انت ممكن تكون مش عارف قيمتها دلوقتي، لكن لو قدرت تستغلها صح بحسن ظنك بالله، وهقدر اعمل وهقدر اوصل وهحقق هدفي وهكون احسن واحد في الدنيا وهعمل حاجات كتير وهخدم الناس، هكون كويس. دي رسالة النهاردة، ان انت تملأ قلبك حسن ظن بالله وتوكل على الله. سلام.